أوضح المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية تداول أن شركة تعمل بشكل كبير لتطوير سوق الأسهم للانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية. نعمل بشكل كبير على العمل مع هذه الشركات للحصول على الانضمام فوتسي، S&P، MSCI، كلها المؤشرات تبشر بالخير. ننتظر ردة فعل المستثمرين الأجانب للتغييرات الحديثة في السوق لتغيير مدة التسوية وما رافقها من تغييرات. وبين حصان أن تداول تدرس طرح سوق للسلع والمعادن والمشتقات في الوقت القريب. جاري دراسة سوق السلع. سوق السلع هو سوق يعتبر مكون من مجموعة أسواق يعتمد بالأساس على نوع السلعة التي ستتم تداولها في السوق، سواء سلعة خفيفة أو سلع ثقيلة مثل المعادن والأسمنت وغيره، فجاري دراسة هذا الموضوع ومدى حاجة السوق لذلك.